الخير عليكم مشاهدي قناة الشروق تي في وجمهورنا اللي هو حاضر معنا هنا في قاعة أحمد باي الزينيت بقسنطينة، وبلا ما ننساو أصحاب الفن الأصيل. كما على بالكم وتبعتوا معنا سابقا البريمات اللي فاتت، اليوم أنا في البريم النهائي. يا دار شكون راح يدي اللقب لهذا الموسم؟ من حصتكم أقول غني جزائري المسابقة. وعلى بالكم حابين كاع تكتشفوا الستاف واللي كان ساهر باش ينجح هذا البرنامج. يلا بلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوه مع بعض. مشاهدينا سويعات، قبل ما يبدا التصوير يعني هناك تحضيرات يقوم بها كما قلنا لكم ستاف اللي راهو ساهر على هذا البرنامج، والاولاني اللي تلاقينا به خالد. مرحبا بشيرة. الله يسلمك. سي عيشك. من راح يدينا خالد؟ اول حاجه نخدموا بها ونبداو بها ماكياج، نبريباريو لي كونديدا. نروحوا عندهم؟ لي ماتريس نروحوا عندهم. نخلعوهم شويه. نديروا لهم شويه خلعه هذيك. كيف كيف. هيا كيف. حبابنا رانا في لوج تاع المكياج، وين راهم لي ماكيوز ديالنا؟ راهم يفننوا في لي كونديدات باش يخرجوا شويبات وكي العرايس سيغ سان. فايزه سالي، شراكم صافا؟ جيتو بو مومون. كان ستريس عيشه؟ اي هو بصح ان شاء الله في اخر، ان شاء الله صافا بيان باسي ان شاء الله. او بيان سور اسراء راهي عند نبيله، ما نطولوش عليهم بزاف ونروحوا نشوفوا صمت وحسام واش راهم يديروا. سعاد هاكي متهليه في لي كونديدا ديالنا؟ صح. حسام عجبتك لا توني؟ ما تمسخريش، اشا اشا كلاس كلاس تخو كلاس. درك عبد الصمد دي غير منك. نو لبستي شاب على لبستها. قوي قوي عليك. موالف انت اللي تهبل لي كونديدا واليوم انا جيت نهبلو. سي فري، جات باشره تهبلني اون بيرسون باسكو راني زعفان. غادوك لي كونديدا واقيلا بزاف. وي والفتهم والفوني سما ما كاش كيفاش. قراو الحلقه تاع اليوم. ياسمين واش راكي؟ مساء النور. بس صافا وانتيا؟ ما قعدتش بزاف هكايا وتقابلي الجمهور تاعك. انت لا ميم كولور تقولي تفاهمنا. القلوب القلوب. ربي يخليك. فرحانه فريمون، وهذه زعما سينا اون بيل افونتور هومان اي بروفيسيونيل فريمون. لي جوري ديالنا مازال ما وجدوش كامل، وحنا حبينا نضربو طلع على بلقيس ونشوفوها واش غايدير. مساء الخير بلقيس. مساء الخير بشيره. صافا لاباس؟ شكون راح يربح بشيره؟ والله ما على بالي كاع اصوات قويه. سي فغي اه بزاف اصوات قويه. نقول لك عبد الصمد اسراء كاع هايلين. حبيناهما نعم، اما كيف فرق صعيب والله غير الفرق صعيب. ان شاء الله بنجوزوا برايم يكون في المستوى، لانه البرنامج يعني عنده صدى كبير والبرنامج كان لاقى استحسان للمشاهد الجزائري. فريق حنا فريق مختص في الاستعراض وخاصه في العروض العصريه او بما يسمى يعني عالميا بليشو. ليشو حنا حبينا ان ننتجريهم في حصه غني جزائري باش نمدوا استعراض في المستوى. Notre rôle en tant qu'orchestre et chef d'orchestre, dans l'émission, c'est bien de faire vivre cette musique qui est notre patrimoine national déjà. Ou on hiouha pour ne pas dire moderniser ou les hadouk les mots, je veux dire pour s'aligner aux normes internationales. السلام عليكم ليكيب. بون قبل كلش حبيت نقول لكامل ليكيب غني جزائري يعطيكم الصحة، وبيان سور كامل ليكيب تكنيك باسكو فريمون كان ما كانش ساهل عليهم، وكان ديفي ليكيب كامل، والحمد لله رانا دوك في لافينال، وان شاء الله تكون خدمة شابة وتعجب كامل الناس. السلام عليكم. نشكر كاع ليكيب تكنيك اللي خدمت معانا وتعبت وسهرت يعني ومدت كاع اللي عليها من شوافرة حتى الريسبونسابل الكبير، مدوا لي عليهم باش ينجح البروجي تاع غني جزائري. يعني كان تحدي بالنسبه لينا باسكو سي بريمير في الجزائر، ما يخفالكمش باللي شغل لي بي الاخرين فاتونا بهذا لي كونسيبت. حنا درنا تحدي هذا العام ان شاء الله. سي فري مازال الامور بزاف تنخدم في لي كوليس باش نافونسيو يعني في هاد لي كونسيبت. ان شاء الله يعجب المشاهد ويعطيكم الصحه كاع ليكيب اللي ساهمت في هذا البروجي.